الله كبيرا تسبيحا كثيرا، رمضان كالهلال تهليلا، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن. رضا الوالدين 500 حجاب، واللي يسلك منهم عادة يتهنى، شوكتهم صعبة على دق النشاب، واللي دمروا راح الجحمانة. رضا الوالدين تفتح كل بواب، هي والتوقة مفتاح الجنة، واللي يغضبوا عليه ما يفعوا حزاب، لو كان يعبد شعكادة من سنة. عايق والديه في الدنيا معطوب، غارق في محاينه متمرمد فيها، ظنيتها تعمى مرته مغلوب، وين راحت الروح لا بدي اديها. الله الله وفهم يا الفاهم. مرحبا بك الفنان عبد القادر نونا اللي شرفتنا اكيد في بلاطو مساء الباهيه. مرحبا بك معنا ومساء الخير. مساء الخير، شرفتنا. ونقول لك انا يا ربي يحفظكم الله يجعل هذيك الصحه قصيده رائعه جدا اللي كانت على الوالدين، تاع الوالدين هذو والوالدين. هذا واحد من المواضيع اللي كتبت عليها استاذ عبد القادر. هذه قصيده تاع شعر انا كاتب عليهم، بصح هذه قصيده للزوج تاع الشعراء. الله يبارك. لاش كاين قصايدي وكاين قصايد تاع الشعراء. انا كي نقول تاع شعر، تاع شعر كي نقول تاع اي تاعي. اكيد اكيد كما قال لك الحقوق محفوظه. لا حقوق تعرف لها محفوظه. انا قادر نقول قصيده وما يفيقوش بها تاع شعر، بصح لازم الصح ينقال. الصح لازم ينقال كما قال الشاعر، الراجل عيفته كذب، واللي شاف الحق ودر قوع ما، واش يجيب الحايل للذهب، والمغيم الصح والسما، الصح بارود يخرج من الجعب، يمكن مولاه لارما، الجايح مضرب ما قدم، والرقبه يموت على الكلمه. الله الله. وانا نزيد نقول فهم يا الفاهم. اذا راكم تشوفوا فيا نعاود فيها فهم يا الفاهم، فهم يا الفاهم. اذا فهم يا الفاهم هو برنامج راح يطلع عليكم اكيد هو ضمن الباقه البرامجيه لشهر رمضان المبارك من خلال قناه الجزائر انوان. فهم يا الفاهم راح تكون مع الاستاذ والفنان كاتب القصائد الشعريه الاستاذ عبد القادر نونا. اذا استاذ عبد القادر نونا نعاود نرحب بك مره اخرى. يعني واش تحكي لنا على تجربه فهم يا الفاهم وهذا البرنامج اللي راح تطلع به على الجمهور الرائع جمهور قناه الجزائر انوان؟ انا الاولى اللي نقول هذاك نقول لك كلمه واحده. تفضل. انا نشكر بزاف 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 قناه الجزائريه انوان اللي برزت الشعر في الساحه. هذا الشعر كان كاع متسوس، وحتى واحد ما فوت 50 قصيده في القناه. نابورت قناه اللي تقول عليها ما فوتش 50 قصيده تاع شعراء. قناة الجزائرية أنوان فوتت في شهر رمضان هذا 50 قصيدة من الشعراء الكبار تاع الجزائر، مثال عبد القادر خالدي، بوطبة البكري وبقيطون، بن مسايل، بو حفص الزناقي، شرف ود بالخير الأخضر، بالخروف، شعراء الملايين. هذه هي اللي راني فرحان بها، ومن عيطوا لقناة أنوان فرحت. الحمد ونشكر المدير تاعها بزاف بزاف ابراهيم. نبلغ له التحيه. علاه عطانا القيمه؟ الشعر عطاه قيمه اكيد، وقال لي لك مبينه في الساحه الجزائريه. انا نقول الله يجعل ربي يحفظه ويستره، كما كبر بينا ربي كبر به. الحمد لله الحمد لله. شوف انت لك فرحان انك حتطلع على الجمهور من خلال قناه الجزائر انوان. وانا نقول لك راني فرحان انا بزاف اللي راني نتواجد مع قامه مثل الاستاذ عبد القادر نونا. يعني صراحه والله شرفتني في بلاطو مساء الباهيه، وحضورك شرف ليا وفرحني بزاف. عبد القادر نونا واش نقول لك يا استاذنا الغالي؟ نقول لك شكرا جزيلا ليك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في برنامج فهم يا الفاهم اللي راح يطلع على الجمهور جمهور قناه الجزائر انوان. واش تقول لجمهورك الاستاذ؟ انا نقول للجمهور تاعي، عندي جمهور كبير، ونقول الشعب الجزائري اللي يعرفك انت استاذ عبد القادر غني عن التعريف، اللي ما يعرفكش واش تقول لهم؟ يعني قول لهم، نقول لهم الاولى للشعب الجزائري ان شاء الله بالقدره تاع ربي يدخل علينا رمضان بالهنا والطيب والاحسان، هذه الاولى ان شاء الله. والثانيه نقول للشعب الجزائري نبغيكم بزاف بزاف بزاف،
فيف لي زاجيريان اون جينيرال. الحمد لله الحمد لله. احنا نقولوا تحيه الجزائر وتحيه شباب الجزائر وتحيه العائلات الجزائريه وين ما كانوا وين ما راهم اللي راهم يتابعوا فينا اكيد عبر قناه الجزائر انوار. ان نقول لك دائما افهم يا الفاهم مع الاستاذ عبد القادر نونا. انا جمهورنا واش نقول لكم، راح نزيدوا نتعرفوا على هذا البرنامج من خلال هذا الومضه الاشهاريه اللي راح نتابعوها مع بعض. صح رمضان كل استاذ عبد القادر، بقوا معنا مشاهدينا شويه برك وبعدها راجعين. الله كبيرا تسبيحا كثيرا.